الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه ودعا الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون، ان خشيه الله سبحانه وتعالى يمكن اكتسابها ويمكن الحصول عليها. هذه الصفة تحصيلها في الصفة ليس شيئا بعيدا، ليس شيئا صعبا، بل هو شيء ممكن للمسلم الذي يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يطهر نفسه ويسعى في معالجة أمراضه. الحصول على هذه الصفة وهي صفة الخشية من الله سبحانه وتعالى سهل ميسور، وما عليه إلا أن يستعمل الوسائل والأسباب التي توصله وتمكنه وتجعله يحصل على هذه الصفة ويتملك هذه الصفة التي هي خشية الله سبحانه وتعالى بكل سهولة وبكل يسر. من ذلك من الأسباب التي توصل التي تستطيع أن تثمر في قلبك هذه الصفة وهي خشية الله سبحانه وتعالى من جملة الوسائل ومن جملة الأسباب هو التفكر. التفكر في هذا الكون العجيب، تتفكر في نفسك وما أودع الله في نفسك من عجائب الصنع ومن بدائع الحكمة، تتأمل في سمعك وفي بصرك وفي أعضائك وفي تفكيرك وفي عقلك وفي النعم التي أنعم الله بها عليك وأصبحت تتمتع بها، تتأمل في هذا كما تتأمل في هذا الكون الفسيح وهذا الكون الواسع، هذه السماوات، هذه الأراضي، هذه الجبال، هذه البحار، هذه النباتات، هذه الأشياء كلها إذا تأملت فيها وفكرت في عظيم صنع الله سبحانه وتعالى فإن لا شك أنك تدرك أن الله سبحانه وتعالى ذو سطوة وذو قدرة وذو عظمة وذو سلطان، فذلك كله يورث في نفسك هيبة لله سبحانه وتعالى ويورث في قلبك خشية لله سبحانه وتعالى. كذلك من جملة الأشياء والأسباب التي تستطيع أن تحصل بها على هذه النعمة وهي نعمة الخشية من الله سبحانه وتعالى هو أن تتدبر آيات الله سبحانه وتعالى، وخصوصا تلك الآيات التي تخيف والآيات التي تنذر وتحذر بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومثل قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطر أولئك هم الكفرة الفجرة. ومثل قوله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومثل قوله سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه. هذه الآيات كلها إذا تدبرتها وتفهمتها فإنها تبعث في نفسك الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، فتصبح حينئذ صاحب حكمة وصاحب نفس طاهرة وصاحب نفس زكية. كذلك مما يوصل ويكسب هذه الصفة، صفة الخشية من الله سبحانه وتعالى، هو معاشرة الصالحين، مخالطة أهل التقى، ومجالسة أهل الفضل، ومجالسة الخائفين لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يتأثر بمن يصاحبهم وبمن يعاشرهم، إن كانوا أهل خير تأثر منهم بالخير، وإن كانوا أهل شر والعياذ بالله تأثر منهم بالشر.
فأنت أيها المسلم إذا كنت تعاشر الأخيار وتعاشر الصالحين وتعاشر الخائفين من الله سبحانه وتعالى الحافظين لحدوده سبحانه وتعالى فإنك تكتسب منهم وتثمر منهم من أجلهم لنفسك خشية الله سبحانه وتعالى وخف الخوف منه سبحانه وتعالى. فخشية الله سبحانه وتعالى إذن بهذه الأمور يستطيع المرء أن يكتسبها وأن يطهر بها نفسه وأن يزكي بها نفسه. فخشية الله إذن سبحانه وتعالى هي من سمات الصالحين ومن سمات ومن علامات الأنبياء والمرسلين ومن سمات الأخيار وأولياء الله الصالحين. هذه الصفة وهي خشية الله سبحانه وتعالى. أما غير هؤلاء أما الجبابرة أما الظلمة أما الطغاة أما الجهال أما المعرضون عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تجدهم يخشون الله ولا تجدهم يخافون الله ولا تجد فيهم هذه الصفة لأنهم استغنوا بمناصبهم العالية استغنوا بظلمهم وجبروتهم وسطوتهم استغنوا عن الله واستغنوا عن خشية الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا شك أنهم من الخاسرين. أفأمنوا ربنا تبارك وتعالى يقول في حقهم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول الإمام الحسن رضي الله عنه يقول إن المؤمن يجمع إحسانا وخشية. المؤمن يجمع بين أمرين الإحسان فعل الخير والخشية ومع ذلك يخشى الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك يشير قوله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا يفعلون ما يفعلون من الأعمال الصالحات ويعملون ما يعملون من الخير ويحسنون ما يحسنون وهم مع ذلك خائفون واجلون من أن لا تقبل تلك الأعمال. هذه هي صفة المؤمن هو أنه يحسن يعمل الخير ويخشى ومع ذلك يخشى الله سبحانه وتعالى ويوجل منه. هذه صفة المؤمنين التي أشارت إليها هذه الآية الكريمة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أما المنافقون أما الظلمة فإنهم يسيئون ويأمنون يسيئون يعملون يعتدون ويظلمون ويبغون وينحرفون ومع ذلك يأمن ويكونون في أمن من خوف الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الخاسرون. فالمؤمن الخائف من الله سبحانه وتعالى تجده وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. هذه علامة الخوف. إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت تخاف الله سبحانه وتعالى أم لا تخافه فجرب نفسك عندما تقف عند حد من حدود الله سبحانه وتعالى. فإن كنت تعمل الواجبات وتنتهي عن المحرمات فإنك أيها المسلم تخاف الله سبحانه وتعالى وتخشاه. وليس الخوف بالانفعال المؤقت وإنما الخوف من الله سبحانه وتعالى عبارة عن صفة دائمة في نفس الإنسان هو أن هذه الصفة تجعله وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى لا يهمل واجبا ولا يفعل محرما حتى إذا غلبته نفسه في يوم من الأيام ترك واجبا أو فعل محرما فسرعان ما يعود إلى نفسه فسرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وسبحان ما يتوب إليه من ذلك. فالمسلم إذن دائما يكون وقافا عند حدود الله. المسلم الذي يخاف الله إذا كان تاجرا لا يغش في تجارته ولا يزوق ولا يأكل أموال الناس بالباطل. المسلم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى إذا كان حاكما لا يظلم ولا يعتدي لأنه يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن الظلم عاقبته وخيمة وأن الظلم يخرب الديار ويقصف الأعمار. وإليكم هذا الحديث الشريف الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا السهام المسمومة اتقوا ردوا بكم من السهام المسمومة. قال وما السهام المسمومة يا رسول الله؟ قال هو دعاء المظلوم
في جوف الليل. دعاء المظلوم على ظالمه في جوف الليل هو سهام مسموم يصيب ولا يخطئ. لذلك يقول ذلك الحكيم, يقول ذلك الحكيم العربي, يقول لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا, لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا, والظلم آخره يأتيك بالندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وهذا هذا البيت مأخوذ من هذا الحديث الشريف الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والسهام المسمومة. قالوا وما السهام المسمومة؟ قال السهام المسمومة هي دعاء المظلوم في جوف الليل. إذن الشيء الذي نتواصى به هو أن لا نظلم, أن لا نظلم أحدا ولا نعتدي على أحد. والشيء الذي نتواصى به ويجب أن نتناصح به هو هي الخشية من الله سبحانه وتعالى, هو ملازمة الخشية من الله سبحانه وتعالى حتى تكون نفوسنا طاهرة ويكون مجتمعنا طاهرا وتكون أمتنا قوية ويكون جمع ويكون جمعنا ويكون شملنا مجتمعا ويكون ونكون موفقين في أعمالنا الدنيوية والأخروية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما يبلغنا جنتك العليا, ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلها الوارث منا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك, اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عننا, اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا, اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا عيبا إلا سترته, ولا هما إلا فرجته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا مسجونا مظلوما إلا أخلقته وصرحته, ولا ولدا حائدا عن طريق الهدى إلا هديته وأصلحته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها بيسر منك وعافية. اللهم اغفر لنا ولأئمتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهدي الله فهو المهتد, ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا محمدا, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد, فيا أيها الإخوة المؤمنون, إن خشية الله سبحانه وتعالى يمكن اكتسابها ويمكن الحصول عليها. هذه الصفة تحصيلها في الصفة ليس شيئا بعيدا, ليس شيئا صعبا, بل هو شيء ممكن للمسلم الذي يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم, ويريد أن يطهر نفسه ويسعى في معالجة أمراضه.